السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة حسناء أم رميسة. اليوم غادي نقدم لكم واحد طاجين ديال الحوت كواري، طاجين اللي كيجي بنين وزوين وسهل في التحضير. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير ديالو، وكنتمنى ينال إعجابكم. بالنسبة للحوت، أنا عندي هنا الحوت ديال السردي تقريبا 1 كيلو، خديته وغسلته ونقيته، حيد لي السنسول ديالو وجلده، وطحنته في هاد الطحانة ديال الحوت. صافي، من بعد درت معاه تقريبا 2 معالق ديال الروز، ودرت معاه معلقة صغيرة ديال البابريكا أو التحميرة، هنا معلقة صغيرة ديال الخرقوم، شوية ديال الكمون، وشوية ديال السكينجبير، وشوية ديال الملح، وشوية ديال البزار، ودرت معاه تقريبا 2 فصوص ديال الثومة أو 3، وشوية ديال الربيع يعني القزبر ومعدنوس، وتقريبا 1/4 كاس ديال الحامض معصور. غادي نحتاجو 2 مطيشات كبار محكوكين. بالنسبة للخضرة غادي تبقى على حسب عدد أفراد العائلة. غادي ندير أنايا 2 بطاطات صغار مقطعين دوائر، مطيشة أخرى مقطعة حتى هي على هاد الشكل، بصلة صغيرة مقطعة حتى هي دوائر، طريفات ديال الحامض، و2 خيزوات صغار مقطعين تاهما دوائر، وفلفلة تا هي متوسطة تقريبا نقطعوها على هاد الشكل، ولا حتى ممكن تقطعو حتى دوائر. غادي نحتاجو 1/4 كاس ديال زيت العود، وراق سيدنا موسى تقريبا 3 البريقات سيدنا موسى، وشوية ديال الزيتون الحمر. ندوزو لطريقة التحضير. أول حاجة كنسخنو الطاجين وكنديرو فيه الزيت، وكنديرو عليه البصلة كنفرشها هي اللولة، كل ما كيديرهاش أنا كنديرها، وكنديرو عليها الخيزو. بالنسبة للخيزو كاين اللي كيسلقو، أنا ما كنسلقوش غير كنقطعو رقيق، وكيطيب يعني كيطيب مع الخضرة مزيان. صافي، وفوق من الخيزو كنديرو المطيشة اللي محكوكة. صافي، كنسرحوها حتى هي كاملة. من بعد كنستفو البطاطا فوق من المطيشة، نفس المقادير اللي كنا درنا في الحوت كواري غادي نديروهم دابا. غادي ناخدو الحامض تقريبا شويه ديال الحامض، وغادي نزيدو عليه العطريه، وغنزيدو عليه الثومه. صافي، كنخلطوهم مزيان وتنخويو تقريبا النص ديالو في الطاجين، كنخويوه دابا، عاد كنخليو النص الاخر حتى الاخر. وبالنسبه للربيع كنخليوه حتى واحد حتى الاخر، كنديروه في الطاجين في الاخر. ها هو الخليط، زدت ليه واحد شويه ديال الماء، وغادي نخوي النص ديالو في الطاجين، والنص الاخر غنخليه حتى الاخر. صافي، من بعد كنستفو الكرات ديال الحوت في الطاجين بحال هكا. صافي، من بعد كنديروا عليهم داك المطيشه اللي قطعنا على هذا الشكل، والفلفله حتى هي. المهم مره كنحطوا المطيشه مره الفلفله هكا، المهم الديكور ديال الطاجين كيبقى على حسب كل واحد. وكنديروا عليهم الطريفات ديال الحامض كنديروا من الوسط، وكنديروا ورق سيدنا موسى، واخر حاجه الزيتون الاحمر. بالنسبه للزيتون الاحمر انا ضروري ما كنديرو في الطاجين ديال الحوت، كيعجبني بزاف. المهم كيبقى لكم الاختيار. طب بالنسبه للخضره تقدروا ما ديروش البطاطا ولا الخيزو، ولا فهمتي كاين اللي كيدير غير المطيشه والحوت. المهم كل واحد والذوق ديالو. المهم الا درتو هذه الطريقه اللي وريتكم انا راه تجي زوينه وبنينه، غير جربوها، كنتمنى تعجبكم.
صافي هنا كنزيد داك الخليط اللي درنا ديال العطريه والثومه، كنخويه فوق الخضره باش ما تجيش الخضره باسله، يجي فيها تجي حتى هي شاربه العطريه. صافي و تنرش داك شويه الربيع اللي بقى ليا كنرشو الفوق. صافي وكنسد على الطاجين ديالنا ونخليه يطيب على عافيه مهيله. كيف كتشوفوا ما زدنا ليه لا ما لا والو، الراس كيبقى يطلق الماء، غير خليه يطيب على عافيه مهيله. وهذا هو الطاجين من بعد ما طاب، راه كيجي بنين بنين بزاف. كنتمنى تجربوا وتردوا لي اخبار، ولا عجبكم ما تنساوش تخليوا لي جيم وشي كومونتير زوين. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيزوروا القناه ديالي، ما تنساوش تضغطوا على الزر ابوني وتفعلوا الجرس باش يبقى ديما يوصلكم الجديد. نخليكم دابا ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى.